المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم الهرشنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، وتكون الأمور ديالكم مزيانة وبتمام عند جميع السيدات، عند جميع الغزالات المتتبعات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد دائما الهرشنال. الوصفة ديال اليوم ولا لاغوسيت ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بتخصيص الوزن ولا نقصان الوزن بواسطة مشروب سحري، وهاد الوصفة هادي النتائج ديالها كتبان منذ 3 أيام الى ما فوق، يعني من 3 ايام والفوق. فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى تستفدوا منها بدون ريجيم بدون تمارين، يعني سهله بسيطه رخيصه، واهم شيء انها في متناول الجميع، يعني حتى المكونات ديالها اكيد بسيط ورخاص. وانا دائما كنحاول لهم ماكسيموم على حسب الجهد والطاقه ديالي انني نجيب لكم هكذا وصفات سهلين مهلين اللي نتوما ما تعكزوا شيء، وتكونوا بكل روح وبكل قوه انكم تنوضوا وتعملوا هاد الوصفات هادو لانهم سهلين مهلين. فهادشي اللي نقدر نقول لكم، ونرحب بكم سواء كنتوا بنات ولا كنتوا سيدات، فمرحبا بكم في القناه على راس والعين، ومرحبا حتى بالوصفات ديالكم، يعني حتى نتوما الا عندكم هكذا وصفات بغيتوا تشاركوهم معنا حتى حنا نستافدوا، اكيد لما لا نستافدوا من بعضنا البعض. فممكن تخليو لينا الوصفات، الطريقه ديال التحضير، الطريقه ديال الاستعمال، كيفاش كتستخدموها، كيفاش كتستعملوها في لي كومونتير، وانا اكيد بدوري نجرب الوصفه، وإلا عجبتني وعطاتني نتائج زوينه راني غنجي نتقاسمها ولا نشاركها معكم هنا في القناه، باش هكذا تعمل فائده للجميع. وباش ما نطولش عليكم اكثر، نمشي باش نتعرفوا كلنا مع بعضنا البعض على مكونات الوصفه والطريقه ديال التحضير ديالها والطريقه ديال الاستعمال ديالها. فاول مكون البنات غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه، غادي نحتاجوا البذور الكتان ولا زريعه الكتان كما تنقولوا ليها حنا. غنحتاجوا الكميه دائما كتبقى على حسب الحاجه، ودائما كتبقى اختياريه، يعني انا هنا استعملت كميه قليله، ممكن نتوما تستعملوا كميه اكثر ولا اكبر من هذه الكميه اللي استعملت انا هنا، يعني دائما الكميه كتبقى على حسب الحاجه ديال كل سيده. بالنسبه الثاني مكون هو اكليل الجبل. اكليل الجبل حتى هو معروف عليه يعني نقصان ديال الوزن ولا تخسيس الوزن، فحتى هو يعني خديت كميه لا باس بها، يعني ماشي كميه كثيره بزاف. وبالنسبه لثالث مكون هو عصير حامضه ولا عصير جوج ديال الحامضات تقريبا، وهادو هما المكونات، يعني ساهلين وبسط ورخاص. غادي نعاودهم لثاني مره. بالنسبه لهاد الوصفه لتخسيس الوزن في ظرف 3 ايام الى ما فوق، سنحتاج الى زريعه الكتان، اكليل الجبل، وعصير حامضه ولا عصير جوج الحامضات. بعد ما تعرفنا على المكونات نزل الطريقه ديال التحضير ديالهم والطريقه ديال الاستعمال ديالهم اكيد. فبسم الله غادي ناخذ واحد الكاسرول اللي كتجي بهذا الشكل هذا، غادي نضيف ليها زريعه الكتان، من بعد غادي نضيف عصير حامضه بالكامل ولا عصير جوج الحامضات، ومن بعد كناخذ الماء العادي 400 مللتر انا اللي خديت. انتما ممكن تاخذوا كميه اكثر كيف ممكن تاخذوا كميه اقل، كنحاول نخلط الكل. وبعد ما كنخلط الكل اكيد غادي نوضع الكاسرول ديالي فوق نار مهيله لمده ديال 10 ديال الدقائق ولا 15 دقيقه لو ماكسيموم اي على الاكثر، حتى تغلى لي الوصفه، ومن بعد نرجع لكم باش نشرح لكم التفاصيل ديال الوصفه. وبعد ما يعني زولت الكاسرول ديالي من فوق نار مهيله لمده ديال 15 دقيقه تقريبا ولا 10 ديال الدقائق، يعني حتى كنحسوا بالوصفه غلات مزيان، ويعني داك اكليل الجبل طلق المفعول ديالو في الماء، وعصير الحامض حتى هو، وايضا يعني زريعه الكتان ولا بذور الكتان.
فكنخليو الكاسرول ديالنا حتى كتبرد واحد شويه. من بعد كناخذو الصفايه، كناخذو واحد الاناء زجاجي وكنصفيو الوصفه ديالنا. هادشي اللي غادي نعمل انا الان، فبسم الله على بركه الله. غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نصفيو الكل. ومن بعد هذا هو المشروب اللي كنحصلوا عليه، يعني مشروب رائع جدا البنات. الناس اللي غتقول لي وغتسولني وتقول لي واش ممكن نحتفظوا بهذا المشروب في الثلاجه ونبقاو نشربوه لمده 3 ايام، اكيد البنات هذه القضيه ممكن، غير هو فوق من 3 ديال الايام. فمن الاحسن انكم تعاودوا الوصفه، لانه الوصفه سهله ما كتحتاجش يعني شي مكونات كثارين بزاف ولا صعابين، يعني مكونات غير سهلين مهلين. كما قلت لكم ممكن تحتفظوا بهذه الوصفه في علبه ديال يعني قرينه ديال الزجاج ولا علبه ديال الزجاج، واكيد تكون محكمه الاغلاق وتوضعوها في الثلاجه لمده ديال 3 ديال الايام. بالنسبه لهذه الوصفه هذه هي شويه حامضه، لانه انا اكيد كما قلت لكم راني مجربه الوصفه، فالمذاق ديالها شويه حامض. فحاولوا لو ماكسيموم ديالكم انكم تشربوا هذه الوصفه هذه يعني على الريق لو ماكسيموم ديالكم، وتشربوها بلا سكر، سكر سنيدة اكيد، وبلا عسل الا ما قدرتوش. هني وصلت الحد ديالكم كما تنقولوا، فما عليكم الا تاخذوا العسل ديال طبيعي، يعني ما تكونش فيه نسبه كبيره ديال السكر بهذا الشكل هذا، وتاخذوا واحد يعني نص ملعقه فقط، ملعقه ما تكونش عامره، وكتحليو بها الوصفه ديالكم بهذا الشكل هذا وتحاولوا تخلطوا الكل. يعني هذا الشيء الا ما قدرتوش، اما الا قدرتوا فمن الاحسن تشربوه بلا سكر سنيدة وبلا عسل. حيت كاينين بزاف ديال السيدات انا عارفاهم ما كيقدروش يشربوا يعني الوصفات هكذا ولا المشروبات اللي كتكون فيهم لبنه ديال الحموضه، فالوصفه هي حامضه كما سبق لي ذكرت، لان وضعنا فيها عسل الحامض، واخا قلل يعني تقللت نسبه ديال الحموضه خصوصا فاش ضفنا 400 مليلتر ديال الماء، ولكن كتبقى يعني هناك يعني البنه ديال الحموضيه. فلا ما قدرتوش ضيفوا لها واحد ملعقه ما عمرش ديال العسل الطبيعي كيكون بدون سكر او ما فيهش نسبه ديال السكر بزاف. فكما قلت لكم المشروب ها هو واجد، يعني ملي كتعملوا فيه العسل ولا ما تعملوش فيه العسل، يعني على حسب كما قلت لكم شنو بغيتوا، كتاخذوا كاس سواء كبير سواء صغير وتشربوه قبل الفطور. يعني في الايام العاديه فكنشربوا كاس واحد قبل الفطور وكاس واحد يعني قبل الوجبه ديال الغداء، يعني جوج المرات في اليوم. اما في رمضان يعني احنا اكيد في شهر رمضان المبارك، فمن بعد يعني ما ننتهيو من الوجبه ديال الفطور كناخذوا كاس صغير، ومن بعد ما كننتهيو من وجبه ديال السحور كناخذوا كاس صغير. يعني في رمضان خصوصا انه الوصفه يعني حامضه شويه، ففي شهر رمضان ضروري البنات ما تاخذوه من بعد الاكل ماشي قبل الاكل، لانه الوصفه حامضه كما قلت لكم. كاينين السيدات ما كيصبروش الحموضيه نهائيا، خصوصا يعني قبل يعني الفطور ولا قبل السحور، وخصوصا يعني الانسان ما كيكونش واكل يعني تقريبا يعني نهار كامل حتى العشيه، فاكيد راه يعني ما غنقدروش نصبروا الحموضيه. فداك الشيء علاش قلت لكم خليوها حتى من بعد الفطور يفضل ويستحسن كذلك، ومن بعد اكيد الوجبه ديال السحور. فهاد الشيء اللي كاين يعني بخصوص شهر رمضان المبارك، لانه بزاف السيدات غيسولوني في رمضان ومن بعد رمضان، واكيد من بعد رمضان كما قلت لكم نحاولوا ناخذوا كاس صغير ولا كاس كبير على يش ما قدرنا كما تنقولوا، يعني كاس صغير ولا كاس كبير قبل الفطور وكاس صغير ولا كبير قبل الوجبه ديال الغداء، يعني جوج المرات في اليوم لمده 3 ايام، ونداوموا على ديك 3 ديال الايام. يعني ماشي ناخذوا جوج ديال الكؤوس اليوم ديال هذا المشروب هذا السحري ومن بعد ما يعني نبقاوش نعملوا هذه الوصفه واحد 10 ايام ولا شهر ونعاودوا ثاني، لا. هذه الوصفه هذه الامور هذه اكيد ما كتنجحش الوصفه، وبزاف السيدات كيديروا هذه الاشياء هذو كيقولوا علاش ما نجحتش معنا، فاكيد راه ما غتنجحش يعني 100%. ف يعني دائما نحاولوا الوصفه نتقيدوا بالشروط ديالها باش هكذا تنجح معنا ان شاء الله. كما قلت لكم الوصفه سهله، غير بقاو داوموا عليها 3 ايام. بالنسبه للسيدات اللي غيقولوا لي واش ممكن نبقاو نداوموا عليها اكثر من 3 ديال الايام، فاكيد ممكن، ما كاين حتى شي مشكل، ممكن
ممكن دوموا لحتى شهر بالكامل، ولا يعني اسبوع او اسبوعين او 3 اسابيع، يعني ما في كاين حتى شي مشكل في هذه الوصفه هذه. كما شفتوا اعشاب طبيعيه بمكونات بسيطه ورخيصه، ما كاين حتى شي ضرر ان شاء الله. ففقط جربوها وقولوا لنا في لي كومونتير كيفاش جاتكم الوصفه، واش عجبتكم ولا لا، واش شتات معكم ولا لا. وانا اكيد اكيد نرحب بكل تعليقاتكم وبكل اقتراحاتكم وبكل استفساراتكم على راسي وعينيا. وعليكم الا تخليوا لينا كل هاد الاشياء في خانة التعليقات ولا في الميساج اون بريفي في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في لي ريزو سوسيو. كما قلت لكم جميع الروابط راني كنخليها لكم في اي فيديو في القناه ديالي دائما الهام شانيل في لي كومونتير في ديسكريبشن بوكس عفوا، ولا في صندوق الوصف اولا في لاباغ دانفو. ما تنساوناش البنات والسيدات بالبيج لايك، تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وبدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.